عليها السكون. طيب في حالة الرسم على الياء اللي هو في وسط الكلمة، كان في شروطها أول حاجة أن تكون مكسورة، ده في العنصر الأول، يبقى الهمزة أساسا تكون مكسورة. نمرة 2، أو أن تكون ما قبلها مكسور، ده العنصر الثاني اللي هو العنصر الثاني، أن يكون ضبط وتشكيل الحرف اللي قبلها. نمرة 3، ما قبلها ياء ساكنة أو ياء ممدودة، ده العنصر الثالث، ما قبلها ياء ساكنة أو ياء ممدودة، والياء هي من حروف ما هي من حروف العلة، الألف والواو والياء. طيب الـ4، أن تكون مضمومة وما بعدها واو مد، واو مد يعني من حروف العلة، فتصل بما قبلها مثل العنصر الثالث. فلما نيجي نشوف أن تكون مكسورة زي لئيم، الهمزة تحتها كسرة، لئيم.